متابعين حلقتنا وصار وقت واتس كوكينج. هاي شار. هاي. هاي ميشيل من جديد. Again. اليوم مثل ما قلنا رح نعمل روسيت بالبندق ويلي هي رح نعمل تروف براليني. هي كناية عن تروف يلي العالم كلها بتعرفها، بس رح يكون الباز تبعها براليني وبندق، لأنه اليوم كانت الحلقة تمشي غورمية على البندق. ورح نحط فيونتين. هلا اذا ما كان في فيونتين اكيد بالبيت يمكن صعب يقدروا يجيبوا فيونتين. فيونتين هي اسمها كريب دانتيل، يعني اذا بده يجيبوها من السوبر ماركت اسمها كريب دانتيل او جافوت. اذا ما توفرت فيهم يستعملوا الكورن فليكس او فيهم يستعملوا بسكوي الويفر. اوكي ديل. وبدنا يلا هاي رنا بدها تشوفها كرمال رنا. راني عم تترزع طلع رجف الصحة. و بعتقد الروسيت بتشهي اليوم. اوكي، هن الانجريديون مثل ما قلنا عندنا الفيونتين او الكورن فليكس، براليني. براليني هي عبارة عن بندق وسكر، فيها يكونوا قد بقد او فيها تكون البندق اكثر من السكر حسب. يعني هي وقت اللي بنشتري نحن البرالينه هيدي نحن بنجيبها خالص. لما بنجيب البرالينه فيها تكون البرالينه 50%، وقت يكون مكتوب عليها 50% يعني بيكون عندك البندق هو 50% و50% سكر، وفي يكون 80% او 70% يعني حسب النوعيه. بتكون ماسكه اكثر اذا بتكون طعمتها اكثر، بتكون اغلى، لان تكون انت اليوم عم تشتري التكستير تبعها تقريبا نفس الشيء. تقريبا نفس الشيء. اوكي، وفيها كاكاو، فيها حليب بودره، بندق مكسر وبندق حب وشويه زيت مع الشوكولا، اخر شيء مع الانروباج وقت ما نغلفها للحبه. روعه الانجريديان وشيء بشهي. ميشيل، هالنوع من الحلو شو اساسه وشو تاريخه؟ عملت ريسيرش سريع نسبه للبراليني، بين معي انه البراليني بيخلق تقريبا بال 1650 من دوك بفرنسا اللي بيطلب للشيف تبعه يعمل له سبيسياليتي كتير هيك فظيع. هون بتخلق هون بتبلش، بس هذا بيصير ب بالسنتر دو لا فرانس. اوكي، بس دائما في الانفلونس الايطاليه، نرجع على نفس الموضوع بالانجريديون. ف هيك بلشت قصه البراليني. وبالنسبة للأنواع، يعني عادة كلهم بيكونوا بهذا الإطار، يعني بينشغلوا مع البندق والكاكاو والبراليني ولا لا؟ بفتكر هلا كل الفريساك فظيعين نسبة للديسير، بس إذا في واحد بيتميز أكثر من الباقيين هو أكيد البندق. البندق، يعني فينا نحكي براليني على لوز؟ نقدر نعمل براليني على لوز، نقدر نعمله مع جوز، يعني هو الترم براليني اليوم بيسمح لنا نعمل شيء ثاني، بالاساس هو كان مع البندق، مثل ما قلنا كمان من شوي لما بقول انه الاصل هو بايطاليا، يعني كمان البرودكسيون تبع البندق بفرنسا كثير كثير قليله، كنا عم نحكي عن 120 الف طن تقريبا بايطاليا، بفرنسا في يمكن 7000 طن اليوم، اللي هي منا شيء. منا شيء. معناتها ما في التراديسيون تبع البندق بفرنسا، هالتراديسيون بيجي كمان مره من ايطاليا، بس بيجي من البيمون، من المنطقه اللي هي على الحدود مع فرنسا، واصلا بهالفتره الحدود ما كانت مثل ما كانت اليوم. اكيد. اذا بنشوف هون البرالينيه قديش ناعمه، نحن اذا بدنا نعملها بالبيت فينا نعملها. مثل ما قلنا فينا نحط 50% سكر 50% بندق. السكر اذا بدنا فينا نعملهم سكر كراميل، بنحط البندق بقلبهم ومنقلبهم مع بعضهم، واخر شيء بنرجع بنشيلهم بنسقعهم. بس نسقعهم بنحطهم بالمكنه البلندر وبنطحنهم، بس ما بيصير عندنا هلا قد ناعمين. هلا النعومه تبعهم هن لانه بيستعملوا مثل حجار كبيره، هول الحجار مثل سيلندر لحتى يقدروا يطحنون، يصير عندهم هالنعومه بالبرودوي. بالبيت وقت اللي بينعملوا او وقت اللي بينعملوا على انسيان، يعني في هلا باتسيريات كثير بعدهم بايطاليا وبفرنسا بيعملوها عندهم، ما عندهم هدول السيلندريت اللي عم نحكي عندهم، بتطلع معهم كلها مبرغله هيك محبحبه، بس هيدي بتعطي كمان جوده وبتفرجي للعالم يلي هن جايين لعندهم الزباينهم انه هيدي في ميزون بتنعمل عندهم بالمحل. اوكي، هلا هون دوبنا الشوكولا
حطيت البراليني فوق منها. هلا هو الافضل يكون الشوكولا درجه الحراره تبعته وقت ندوبها تكون درجه الحراره تبعته تقريبا على 35. اي شوكولا استعملنا هون شارك؟ هون استعملنا شوكولا اولي، هيدا شوكولا الونغا كاكاو باري 39%. منه كتير حلو. فينا نستعمل الشوكولا المر ولا فينا نستعمل؟ هلا نحن رح نستعمل المر التغليفه من برا، من جوا رح تكون حلوه، من برا رح تكون مره. هيك بكون عملنا اكيليب بالطعم. هي الفكره يكون في عده طعمات، عده تكستشر، و لما عم نستعمل اثنين شوكولا فعلا هذا بيعطيها بتصير كل لقمه مختلفه عن الثاني، هذا الشيء كمان كثير مهم. اوكي، حطينا الحليب والكاكاو، حطينا حليب والكاكاو هون لحتى نعطي تكستشر، هون لحتى نعطي تكستشر. هلا البرودوي هلا بيبلش يسمك، بعد في شيء بيسمكوا اكثر ولا خلص؟ لا هلا بعد في البندق، البندق اللي مكسرينه نحن شقف، هيدي هون لحتى تعطيك انت عم تاكل، تعطيك الكروستيان انت عم تتزوقها. احنا هون استعملنا بندق محمص اما بندق محمص. محمص. بندق محمص. المحمص بيكون شيء التكستور تبعه لذيذ اكثر نسبه للبندق الني. صح. اوكي، لان في عنده كروكان، بس كمان الطعمه اقوى من الني. هلا اذا بنروح نحكي عن الكاركتيرستيك اورجانوليبتيك، لما بنحمصها عم نخسر فيتامينات، عم نخسر كاركتيرستيك بوزيتيف كصحه، بس كطعم المحمص عنده طعمه كثير طيبه. هلا انا رح اعمل شغله لحتى سقعها دغري. ايه لانه بعدها ايه. سخنه لحتى تقدر تشتغلها. هلا انا جايب معي لان دغري نغلفهم، رح سقعها دغري على هذه خشبه التقطيع، فوتها على البراد ودغري نعمل نفرجي كيف رح نكعزلهم. كم كالوري فيها هيدا الشهر؟ عم ننصح نحن وعم نطلع عليه، عم ننصح دائما بنقول انه الدسير ما الواحد ما لازم يعد يعني. عم نحكي عن حليب وسكر وشوكولا وبندق، قبل كنا عم نحكي كمان عن الكالوري الموجوده بالبندق، فهون بس هيك لما بنطلع عليها بقوه بنكون عم ناخذ وزن. بس فظيع. ما حطينا الزبده يعني ما حطيناها، بس هي موجوده يعني مش هيك؟ هلا رح نحط نحن هون مع الشوكولا، دوبنا نحن الشوكولا يلي بدنا نغلي فيه. هذا الشوكولا الشوكولا نوار، هذا شوكولا نوار، هيدا 66%. اوكي، رح اخذ جلوفز. شهر لما تعطينا انه 66% شوكولا، الناس فيها تروح مثلا على 80%؟ اكيد، يعني حسب اكيد الفوق. بس بيصير كثير قوي يعني، نحن هيدول بيصير بعيد كثير عن الشوكولا اولي يعني، بيصير مر كثير يعني. هيك اشياء يعني التريوف براليني وهدول الاولاد كثير بحبوهم يعني، ما فينا نطلع كثير بالبرسنتاج الكاكاو. فينا بتابلات، فينا بتابلات نأيد عليهم انه هو 80%، لانه هدول لهم زويقه خصوصي يعني لازم يوصل ل 80%، مش كل العالم بتقدر ل 80%. احنا لاحظنا بفلور دو ليس فعلا لما نطلع كثير، بعدين اكيد بيصير برودوي اليت اكسبسيون وعنده قوه، بس فعلا ما في كثير عالم تقدر بتقبله. فعادة 66% هي الماجوريتي تبع الديسيراتنا، بس اوقات بنطلع كمان ل 72%. صح. هون خلطنا هلا الشوكولا مع الزيت، مع الزيت شويه زيت، شوكولا مدوبينه تقريبا الحراره على 33 مع نقطة زيت لنرخيها لحتى ما تصير كتير تسمك، تكون بس قشرة رقيقة. هذا من الشوكولا اللي بنعمل بالبيت كشوكولا. مبدئيا هو يمكن من أسهل روسيتات، ما بدها كتير تكنيك، ما بدها كتير تولز، وبدها شوية وقت، وبدها مثل ما دائما بنقول بدنا the right ingredients. هذا أهم شيء، ما نكون عم نوفر عليهم هال 10% أو 20%،
مش حرزين، لأنه هن اللي بيعملوا الفرق. أكيد. بيعملوا الفرق كطعمة، وأكيد أوقات كتير بيعملوا حتى الييل تبعهم، يعني بنكون عايزين نحط كمية أكبر مشان نوصل لنفس الطعمة، فبالآخر ما بنكون عم نوفر، بالعكس بنكون عم ندفع أكثر. فدايما الشويس أوف إنجريدينتس هو شيء أساسي بكل شيء. سؤال، شو عم نعمل هلا؟ هلا عم بحط ورقة نايلون هون، فيلم على الطاولة، لأنه هلا بدي غطي حبوب التروف وبدي حطهم على الطاولة، وبعدين صير أقلبهم لحتى ما تعمل بيه من تحت، لحتى ما تجمع من تحت. هي بالأساس كمان قصة التروف، كمان بالرشيرش اللي عملتها، كلنا بنعرف ليه اسمها تروف، اسمها تروف وشوكولا، لأنه هو شكلها شكل التروف، شكل الكمى. ولما لما نعرف كمان انه بالتروف في البندق اللي منطقه البيمونتي، والتروف الوحيد البيضاء كمان منطقه البيمونتي، كل شيء بيصير عنده نفهم قد ايه الاشياء بتصير قريبه، كله كاركتر، صح، كله متعلق ببعضه. بس فعلا التروف والشوكولا بتخلق من تقريبا 100 سنه بمنطقه قريبه للبيمونتي، مش كتير بعيده، بفرنسا بالسافوا. لما كان في باتيسري، عندك شيف باتيسير، بابا ما كان عنده بقى شوكولا كفاية، بابا عم بيقدر يشتري شوكولا كفاية، كان عنده شوية صعوبات مادية مثل ما هلا في عنا بلبنان، وعلى هالأساس عمل هالروسات الجديدة اللي حطها مع الكريم منشان يوفر شوية على الشوكولا، لأن ما كان بده يروح يشتري من عند زملائه. نحن بعد معنا دقيقتين شار، يلا رح بليش. هلا انا عم سقعها بعدني لل احنا عم نشوفهم هون معمولين، بس ناقص ينحطوا بالشوكولا. اوكي، لا اشرح شوي صغيره. هلا من بعد ما تسقع الكريم يلي عملتها او الجناش يلي عملتها، بنلفها وبنحطها بقلب الفيونتين، بنخلي الفيونتين يسكر عليها من برا، وبنرجع بعدين بنحطها بقلب الشوكولا وبنشيلها بعدين بالشوكه. نحن عم نشتغل هلا كانه نحن بالبيت، شوكة عادية، ما جبنا اشياء كتير، اكيد ما عم نصعبها مع البروفيشنال تولز، مش هيدا الهدف. صح، نعملها بهالطريقة هيك، نخليها تصفي مزبوط. الهدف منها انه بس تغلفها، بس ما تاخد طبقة سميكة من الشوكولا. منحطها هون قدامنا ومنبلش نقلبها لآخر الطاولة بهالطريقة هيك. نحن عم نقلبها بتصير هي تاخد الشوكولا. شفت كيف؟ شو بتقصد عم بتصير عم تاخد الشوكولا؟ شو بتقصد؟ يعني نحن ما بدنا يطلع عليها طبقة سميكة، وبعدين نحن إذا حطيناها مثل ما هي هيك، رح فرجيكم هلا، وتركتها رح تعمل بيه من تحت، وهيدي البيه رح تعطيها سماكة، رح فرجيك إذا تركتها هيك. أوكي، رح تصير ميلسة من تحت، يعني هلا رح ينزلوا كل الشوكولا لتحت، رح يعملوا من تحت مثل اجر باز. شفت هون كيفيه طالعه طبقه رقيقه، هون مبينين الفيونتين. نحن هيدي اخر مرحله هيدي هي اخر مرحله. هلا انا بيبقى في التزيين، هن هيك بس انا بدي فرج المشاهدين من بعد ما نرجع من البريك بكون سقعيت. ايه؟ لح اعمل البول ومنحط فيها حبه بندق بقلبها، نرجع يعني ما بقى نحن بنغطيها بقشر بندق. لا أو في هيدي الفينال، خلص هيدي الفينال، كثير منيح. نحن رح نروح لبريك ونرجع تندوق وناخد بعد تيب اخيره من شارلي. خليك متابعين حلقتنا. رانيا اهلا اهلا. انا عم حضر السوشيال ميديا لانه في شيء كثير قوي اليوم. خي انا ما بصدق اجت على الوقت المناسب، بس لتذوق لتاكل في عتب. بس ما هيدا، بس يعني حني عندي هون على الطاولة البندقات. ايه بس مش التروف براليني من شيف شارل، سوري يعني. خلص رح ندوق. اوكي رح ندوق. انه جبرنيكي. حلوين كثير شايف. هلا بعد ما سقعوا مزبوط رح اقدم لكم اياه هون مع ورقة نابكن. اوكي. قد ايه كان بعد بدهم وقت؟ بدهم بعد يمكن شيء حوالي الخمس دقائق بيسقعوا. بتسقع القوش البرانية هلا جوانية مسقعة. بس معنى هيك بيكونوا شوكولا مو يعني؟ ايه لا انه هيك
هيك منيحة. هلا المهم انه معمولين كريب دونتيل. كريب دونتيل بتذكرني بتذكرني بالكريب جورجيت. لا ماشي. هلا رح جرب انا اعمل وحده على الهواء فجأة بتذكرنا بحدا كريب جورجيت. اوكي احنا ما بنعرف الحدا. هلا بنخبركم نعرف القماش محضوره شوي غير الحديث. كيف صدق معلمنا نعرف القماش بس بالكريب والشين وبالجورجيت وكل شيء بس لا شخص ما بنعرفه. ما بنعرفه. اوكي اوكي جمديت صار فينا نعمل منها هلا قطعه. ما لازم تجمد كثير كثير إيه؟ يعني بالبراد مش منيحة. مش ثلاجة إيه لا هيك كثير منيحة. رح ياخذ حبة بندق حطها بقلبها نسكر عليها نعملها بول. هلا هدول البول الأصغر بنحطها بقلب الجابات أو بالكريب دونتيل شايف أو الفيونتين. نحن بنقلها فيونتين بس بالسوق ما اسمها فيونتين اسمها كريب دونتيل. نحن بنلحق الاسم الأصلي المو تكنيك المضبوط ما فينا نغلط ونحن عنا شايف شار بالستوديو. أوكي هلا إلي إنه بس بدي أكون شيء برضو بس حطيتولن إياها شو ما العمل ما العمل ما في هيدا ما في بندق وكان بده يقول لا إنه مش بالملعة لا مثل الزيتون يعني ما المشكلة إنه بعد ما نشفت منيح شو عطيت تكون نابكن. طب إلي بتعرف شو خلينا ناخد شوكة يلا تكرم عيني شو رأيك بس ما بعرف إذا رح تشك يعني خلاص شايف خلينا نجرب هلا ما تسكرنا إياها عن جد. أنا أخذت شوكة أنا رح أعمل مثل الولاد بشكوا وبيصيروا يكاتشوا هيك. تفضل شيف شو رأيك؟ إيه أنه أنا قلت ما بعرف إذا رح مش أنه قلت ما رح تشك ما تشك بقدرات نجيب. نحن خلص وقتنا بتاخد العقل كتير 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 طيبة. هلا أنا رح شو رح أعمل رح صور كم وحدة فيديو رح حطهم عندي على الإنستغرام هيك بيشوفوا المشاهدين شارل أندرسكور عزار بيشوفوا كيف عملناها وخلصناها. حاضر روعة سوبر طيبة. نحن رح نروح على ميوزيكل مع رسان يمين ولكل يلي بيحبوا الأوبرا لقونا.